بعد الانكسارة العميقة اللي حصلت في 67 كان في حالة إحباط كبيرة جدا لم يخرج منها الشعب المصري من هذه الحالة إلا المعارك الأسطورية اللي اتعملت على الجبهة في سنوات الاستنزاف. المعارك دي لو إنه هي مش متوثقة وموجودة في الملفات وشهودها أحياء كنت تفتكر إنها خيال علمي، إن هي متألفة. الحقيقة إنه في بطولات عملها ولاد البلد دي تحكى وتحكى في مجلدات، وعشان كده من بعد بداية حرب الاستنزاف كما قرأنا وعرفنا ومرر لنا من أهالينا ابتدت الناس روحها المعنوية يبقى فيها ارتفاع، ونعرف إن ولادنا على الجبهة مموتين نفسهم عشان يصلوا لبر النصر، وقد حدث. الأغنية العظيمة بتاعتك دي بقى كان الحان هاني شنودة، صح؟ هاني شنودة وعصام عبد الله الكلام. هاني شنودة ده كان جميل جميل. عصام عبد الله في جزء من الكلام ساعات بيلتبس عليا يا استاذ محمد، معلش. انت لما بتقول ارض الايه، ارض النفر ستره الجامد ان مهما نهب، يعني منين ما يروح. طب معلش قولها لي تاني كده. يا ابويا مصر اما الواحد، اما الواحد بيحبك حب منين ما راح البال واخد، حبك في القلب يستجري مين اللي يعاند، حب الوطن في دم الواحد، أرض النفر ستره الجامد إن مهما نهب. أرض النفر ستر كده اتفسرت. طيب في حتة تانية بقى الشباب هو بقى مش فاهم حمري جمري بقى واللي بعدها، فأنت برضو فسرهم لنا. يعني بيقول بطن الحياة حمري جمري، يعني بسرعة 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 مطرح ما تسري شباب تمري، وأنا مستعد أدفع عمري وبلادي تشب. الله هتجنن، انا هتجنن. كتكوت اهو، كتكوت اهو قمر. بسم الله ما شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.